أظن أنك بعدما أحرقتني ورقصتك الشمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع سيكون عن الانهيار الاقتصادي الذي يشهده العراق، وحديث عن وزير الإعمار والإسكان بأنه لا رواتب للموظفين للشهر القادم. سنتحدث بالتفاصيل عن هذا الموضوع. نبدأ من تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية التي قالت إن سياسات العراق في مرحلة ما بعد الغزو الأمريكي تشبه نظاما من الغنائم مصحوبة بفساد ورقابة معدومة، ومعظم السياسيين والأحزاب السياسية متواطئون في هذا الأمر. أضافت المجلة الأمريكية في مقال تحليلي عن الوضع في العراق أن مؤسسات نظام العراق منحرفة، لذا من الصعب التغلب على الأمراض السياسية المتأصلة في النظام السياسي، وهذا هو مأزق مصطفى الكاظمي الكبير. أكد المقال للمجلة الأمريكية أن الوضع في العراق غير قابل للإصلاح، وأن النظام السياسي فاسد للغاية، والأمريكيون مشتتون بشكل كبير، وإيران تريد العراق كما هو عليه الآن. ولفت المقال إلى أن فساد الحكومات التي تعاقبت على الحكم في العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 دفع العراقيين إلى الخروج في تظاهرات حاشدة منذ بداية شهر تشرين الأول في عام 2019 وحتى الآن، وكانت مطالبهم واضحة وهي إزاحة كل الطبقة السياسية الفاسدة. طيب، هذا الموضوع ونتائج سياسات فاسدة تبعتها أحزاب وحكومات ما بعد الاحتلال، نأتي إلى النتائج. النتائج هو كشف وزير الإعمار والإسكان بنكين ريغاني أن الأموال التي بحوزة الحكومة تكفي لدفع رواتب الشهر الحالي فقط، وأضاف أن مجلس الوزراء وجه بقطع رواتب موظفي كردستان العراق، وهو إجراء غير قانوني في وقت أصبح فيه سعر البرميل، برميل النفط، لا يزيد عن 15 دولارا، وهو ما يعادل كلفة الإنتاج والتصدير. أوضح أن أموال وزارة المالية تكفي لسداد رواتب الشهر الحالي فقط، فيما سيترك مصير 6,500,000 موظف عراقي إلى الحكومة المقبلة. طبعا هو قال رواتب للشهر القادم. كيف سيتصرف أو ستتصرف حكومات ما بعد الاحتلال مع هذه الكارثة التي تواجه 6,500,000 موظف عراقي؟ وأيضا كيف سيكون رد فعل الموظفين تجاه قطع رواتبهم أو توقف الحكومة عن إعطائهم الرواتب؟ ولماذا دائما نقول لماذا أصلا وصل العراق إلى هذا الحال وهذا المستوى؟ أيضا طبعا في القضية النفطية المتعلقة بالاقتصاد العراقي، موقع عراق أويل ريبورت المتخصص بمتابعة أخبار النفط العراقي ذكر أن العراق سيواجه تعقيدات فنية ومالية كبيرة حينما يبدأ بخفض إنتاج النفط دعما لاتفاق أوبك. وأوضح الموقع أن العراق لن يستطيع تلبية اتفاق التخفيض في حصته إلا من خلال الاتفاق مع الشركات الدولية التي تدير حقول النفط، متوقعا أن يواجه العراق مفاوضات صعبة مع تلك الشركات بسبب بنود العقد أو العقود التي تحمي الشركات في مثل هذه الظروف. يعني إعطاء تحصينات كاملة لهذه الشركات الأجنبية العاملة في العراق من أي كارثة قد تحدث وتضرب الاقتصاد العالمي هي تتحصن ولا تكترث لوضع العراق الاقتصادي. شركة تريد في النهاية أن تربح وتريد أن تكسب المال على حساب طبعا العراق كدولة واقتصاد، ومن سمح لهم وأعطاهم هذه التسهيلات هي حكومات وأحزاب ما بعد الاحتلال، وكأنه بيع
مطلق ورقة بيضاء تعطى إلى هذه الشركات وإلى الاحتلال وإيران لكي يفعلوا بالعراق ما يريدون. لدينا في رسالة واردة تقول السيدة أم أنس: السلام عليكم أخي، أطالب بالعفو العام، والله ملينا، أخوي صار 13 سنة في سجن النصرية، حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي رسالة لدينا السلام عليكم، أنا أشكر هذه القناة اللي توصل صوت المظلوم، أنا أريد من خلال قناتكم الموقرة أتحدث عن موضوع العفو عن السجينات من النساء، ليش ما يطلعوهن؟ السيدة أم محمد شكرا لك. من معنا الآن؟ السيد أبو محمد من كركوك. أبو محمد من كركوك. تفضل يا أبو محمد. مرحبا. أهلا وسهلا، حياك الله. شلون أستاذ محمد الوردة؟ الله يسلمك، أهلا وسهلا، تفضل. والله عند ابني، عند ابني عبر هو طالب مدرسة وعبر 10 قاط أثناء الدواعش البلحوي، جو فقد من الشرقاط طالب مدرسة ما عندي غير الواحد. صار له هذا السنة الرابعة. نعم. اي والله، وما خلينا مكان. نعم يا ابو محمد. طيب المن تتهم احد انه هو ممكن يكون هو المتسبب بخطفه او اعتقاله؟ ابو محمد نص صوت التلفزيون. ابو محمد والله استاذ، احنا عندنا تقريبا 10 من القريه مالتنا يسمونا الدناديش. اي عندنا اني بس نص صوت التلفزيون يا ابو محمد. الو ابو محمد، استاذ محمد. نعم. احنا عندنا 10 طلاب من الدناديش من الحويجه عبروا عن طريق الشرقاط وانفقدوا، ورا 5 أيام جابين منهم 10 على الشارع العام، 3 و7 اختفوا اللي من ضمنهم ابني، وهذا صار 4 سنين ما خلينا مكان، ورحنا على هذا العامري، رحنا على اللي اخذهم تتوقع يا ابو محمد؟ عيني من اللي اخذهم؟ والله ما اعرف، هو بالشرقاط ويا خواته اثنين وقام بسرعه على الحاسبه وجايه قوه، ناس تقول لواء عطف، ناس تقول سرايا السلام، ناس تقول حزب الله، ناس تقول عصايب اهل الحق، وتاهت علي والله العظيم البري، والله ما عنده شيء بل انزل القران. شكرا جزيلا يا ابو محمد، وصلت رسالتك. معنا السيده ام احمد من بغداد، تفضل يا ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أحييك أستاذ محمد وأحيي قناة الرافدين الوطنية العراقية الأصيلة. أهلا وسهلا. موضوع اليوم برنامج صوتكم عن الوضع الاقتصادي. نعم بالعراق، مو هذا موضوع البرنامج اليوم؟ أي نعم، وزير الإسكان والإعمار يقول ماكو رواتب للشهر الجاي. أي ماكو رواتب، إحنا ما نتفاجأ، لانه توقعنا قبل هاي المده هم راح يطلعون هيك قرار. وليش وصل الحال الى هذا المستوى يا ام احمد انه ما يكون اكو رواتب بالعراق؟ توجد مصطلحات تداولها القوى السياسيه والطبقه الحاكمه والساسه، هاي المصطلحات احنا ما موجوده عندنا، احنا عندنا العصابه الحاكمه. يعني يتصلون وناس، مو بس يعني احنا ما عندنا سياسيين، احنا السياسه الوحيده عندهم سياسه العصابات والقتل واللصوص والسرق والقضاء على الشعب العراقي. نعم. موضوع اليوم ماكو رواتب، اريد اتناوله من غير موضوع برنامجكم، اريد يسمعوه بعض العراقيين الموظفين، ما اقول كل العراقيين. نعم. لان احنا عراقيين شرفاء وقناتكم. من جانب بداية المظاهرات من انطلقت، صار لها 7 أشهر راح يصير المظاهرات ثورة تشرين العظيمة. نعم. ومعظم الموظفين ما قبلوا لو يعتصمونهم 10 أيام أو أسبوعين. نعم. من كان الوطن يموت ما حد سمع وانتخاله.
والمتظاهرين والعراقيين الشرفاء طلعوا يتظاهرون يجيبون حقهم أو حق العراقيين كلهم. نعم. ويرجعون بلدنا وينفون أرضنا الطاهرة اللي دنسوها الأمريكان والإيرانيين وغيرهم. ما حد قبل يعتصم لو 10 أيام. نعم. نعرف إحنا العصيان المدني شو يسوي بالدولة. هسه وصلتهم النار. أنا مو سمعت لكن غص بقت بقلوبنا إحنا العراقيين الشرفاء اللي ردنا نحرر بلدنا بهاي الثورة. نعم. إذا يعطون هسه راتب زين بعد شو تتوقعون العراقيين من هيك عصابة لتحكم البلد؟ نعم. ونفس نفس الوقت الطلاب من اعتصموا هم نفس المشكلة اللي صارت وما يقبلون وكلهم يردون يدامون من صارت كورونا هسه لحد الآن ما يردون يدامون. إذا رفع حظر التجوال لأن يخافون على نفسهم بس الوطن من كان يموت ما حد انتخاله وطلع له. نعم. لكن الله كريم إن شاء الله تنتصر هذه الثورة. فالموظفين هسه احنا ما نشمت، احنا مو نشمت، احنا كنا عراقيين حالنا واحد يأثر على الثاني. بس العراقيين اللي نايمين والمغيبين واللي قنعون نفسهم بغير امور ولساهم تابعين الاحزاب. نعم. اللي دا يشوفون هاي الاحزاب وميليشياتها ايش بتسوي بشعبنا وبلدنا. نعم. ولحد الان لساهم نفس منطقهم هذول. نعم. اوجه لهم كلامي متى يصحون؟ يوجد حساب بالدنيا قبل الاخره. واسه الدولة دا تقول أنا بعد ما أنطي راتب بس هذا الشهر، هذا الشهر اللي احنا بيه هسه حطيكم الراتب وراها حيروا بنفسكم، هذا كلام صريح من وزير الإسكان والإسكان والإعمار. أي هذا لأنه دا ينطون يعني مقدمات دا حتى يقولون قلنا لكم، هسه شو راح يسوون هذول اللي كانوا لاحقين هاي الأحزاب؟ والله هذا معيني أو هذا عين ابني هذا عين أخويا، يا عراقيين من عينك هذا استحقاقك وحقك. وهذا واجبه هو كمسؤول. لماذا تنقلب الموازين في العراق؟ لماذا المسؤول من يعين خريج يعين كل شخص حسب استحقاقه؟ هذا أبسط حق من حقوقنا. ليش ما يفهمون هذا الشيء العراقيين؟ طيب. وهذا المسؤول أقل واجب. زين أستاذ محمد اسمعني. إيه تفضلي. راتبه 90 مليون. رئيس الجمهورية راتبه 90 مليون. رئيس الوزراء راتبه 60. الوزير 35، النائب 25. هاي ايش قد تسوي؟ وهسه جايين بيدون يقلصون رواتب الموظفين. طيب وضحت يا ام احمد، انا اشكرك شكرا جزيلا من بغداد. معنا السيد انمار من الحويجه، تفضل يا انمار. الو استاذ محمد شلونك؟ اهلا وسهلا، تفضل حياك الله. والله استاذ محمد هاي حكومه طايحه. حكومه حراميه. نعم. الو اسمعك يا انمار تفضل. هذا محمد هاي الحكومه حراميه ونقريه ونشاله. طيب. دمرت الشعب العراقي. نعم. قبل كان يعيبون على صدام حسين. هسه تصير احسن من صدام حسين. نعم. مو جاتهم الفرصه يا انمار؟ مو جاتهم الفرصه انه يثبتون ان هم جايين حتى يحققون العدل والديمقراطيه والرخاء بهذا البلد؟ مو 17 سنه فرصه؟ يا استاذ محمد يا فرصه، هذول فين بس البواق ويقتلون بالعالم. نعم. دمرونا. تتوقع شنو الوضع حيصير يا انمار هسه لما تعلن الحكومه انه ماكو رواتب للشهر الجاي؟ تتوقع شلون حيصير الحال واحنا هسه اصلا بازمه كبيرة جدا؟ يعني احنا بس اعلنوا حظر التجول الناس حتموت من الجوع ببيوتها، فما بالك انه بعد ماكو رواتب نهائيا لست ملايين وخمسمائة الف موظف. والله استاذ محمد شو تتوقع من هذول؟ يعني شنقول بس نقول شيء واحد. بس نقول شيء واحد، حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. يعني والله دمرونا، يعني شنو هذول؟ ما يفكرون ما يحسون. نعم. أنا أشكرك يا سيد أنمار من الحويجة، شكرا جزيلا لك. معنا السيد أبو زكريا من كركوك، تفضل يا أبو زكريا. كل عام بخير إن شاء الله. رمضان كريم على قناتكم وعلى أم محمد، على أم الإسلامية وكل واحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مبروك عليكم وعلى كل البشر. نعم. ابني محمد
احنا والله هسه كتبنا فوق وصلنا 40 يوم قلنا ناكل من زبايد. نعم. هذول البرلمانيين هم ينقطعوا راتبهم بس قليل تجاوبني. يعني هذول البرلمانيين هذول جابوهم امريكان وايرانيين. نعم. هم ينقطع رواتبهم لو بس رواتب الفقراء الموظفين هذول الفقراء. انت شو تشوف يا ابو زكريا؟ والله العظيم اذهبي يعني بالاشوف ابن محمد بالقران العظيم الله طيح حظ العراقيين لانه صار بيد الفرس المجوس. والله العظيم ما يعني اذا انطوا هالشهر نص راتب على الموظفين شهر ثاني ينقطع. شلون احنا قمنا ناكل بالزبايد؟ يعني اولادنا قاموا ياكل بالزبايد وندور طماطه خايسه غير شيء نجيبها بيتنا. والله العظيم موظفين نفس الشيء بس البرلمانيين لا يومين يزيدون رواتبهم. نعم. هاي جواب ابني محمد بالقران العظيم. احنا الله طيح حظنا من وراء هيك حكومات الجايفه من 2013 طيب. لحد هذا اليوم اولادنا بناتنا ياكلون بالزبايد. شوف المحاكم الطلاق صار، شوف القتل صار، شوف الحشيشه. هذا نتائج حكومات ما بعد الاحتلال يا ابو زكريا، واضح. انا اشكرك شكرا جزيلا. سمير من السماوه تفضل. اخوي بعد روحي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخوي هذه الحكومه هذه كلها هؤلاء لا نسميهم حكومات، هاي عصابات تجابتها امريكا ونصبتها هنا بالعراق بقتل الشعب العراقي. الله وكيله. نعم. هذه ما زال الشعب العراقي يعتبرها حكومة شرعية ويعتبرها حكومة ديمقراطية، وهي مجرد عصابات أجابتها أمريكا منذ احتلال العراق ولحد الآن. لا تمثل العراق بشيء لهالعصابات هذه لهالمفسدين هؤلاء من بداية من مجلس النواب حتى البرلمان حتى الدستور حتى العلم الحكومي هذا لا يمثل العراق. هذا العلم والنشيد لا وطني لا يمثل العراق. الله وكيلك. نعم. هذه اعتقلت بالسنوات السابقة اعتقلت مئات الناس الأبرياء من كل المحافظات العراقية. نعم. ما زالت بالسجون والمعتقلات التابعة منها للحكومة واللي تابعة للميليشيات تابعة. نعم. الحشد الشعبي جين ولا لك. ما زالت الناس تتعاني، ما زالت كل الناس. نعم. الثاني على افراج ابنائها المعتقلين في سجون الطغاة والمفسدين. نعم. اي والله يا خالي مفسدين دولة. سيد سمير ابو زكريا من كركوك سأل سؤال، قال هل اكو من ذول البرلمانيين والمسؤولين الموجودين بالحكومه او بالسلطه بالمنطقه الخضراء بالاحزاب انه ممكن يستغنون عن رواتبهم في سبيل يدفعون رواتب الموظفين الفقراء البسطاء؟ لا والله اخويا ما يستغنون عن رواتبهم ابد. ليش؟ ما يستغنون. ليش ما يستغني عن راتبه؟ لان اخويا هم تكفيريين، هم تكفيريين، اما الميليشيات كل او الاحزاب هاي التكفيريه هذه هاي مدفوعه من ايران. اكثر هاي الاحزاب كل هاي الاحزاب مدفوعه من ايران. بعد ايران تتخيل عن رواتب احزابها تابع لها؟ ما يصير. نعم. ما تتحلى لو موت الشعب كامل ما تتحلى. نعم. اي والله بس اريد اكون على الشعب ان يقاطع هذه العصابات. مو حكومة الله وكيلك يا خالد يا اخوي. نعم. هذه العصابات هاي مجرمه هاي، بس اريد كل دول العالم ان تبتعد عن هاي العصابات المجرمه المفسده الطاغيه هذه. نعم. أنا أشكرك سيد سمير من السماوة. معنا الآن سيد أبو علي جاسب من العمارة، والد المحامي علي جاسب. تفضل يا أبو علي. حياك الله أستاذ محمد. أهلا وسهلا، حياك الله يا أبو علي. أحييك وأحيي قناة الرافدين، هاي القناة الوطنية اللي دائما تواكب هموم هذا الشعب المظلوم، وكان اذا كان في المناطق الغربيه او في الجنوب. واجبنا يا ابو علي هذا واجبنا هذا الشعب.
أنا أحييكم وأحيي وطنيتكم. الله يسلمك أبو علي. نحب نسمع منك تفاصيل أكثر على موضوع ابنك وشلون هسه الوضع وشلون صار وهل أكو جديد؟ والله يا أستاذ محمد أي تفاصيل ماكو. ابن الخطف يوم 8/10 لحد الآن ماكو أي خبر من عدة. نعم. لا وإضافة إلى يعني اليوم الأجهزة الأمنية والجهاز الأمن الوطني عندهم معلومات والفصيل اللي خطفه يعرفونه من خلال تقنيتهم. نعم. وناشدت كل المسؤولين، دقيت أبواب كل المسؤولين الكبار، كل زعماء الكتل السياسية. نعم. الشيعية اللي عندنا بالجنوب. شو يقولوا لك؟ ماكو أي استجابة، ما يستجابوا لي. ناشدت حتى المسؤولين عن العتبة الحسينية والعتبة العباسية، قدمت طلبات لهم، ماكو أي نتيجة. نعم. تجميل الصمت وياي، وكأنما ابني جاي من تل أبيب، مو محامي ووطني وعراقي وشاب وعنده أطفال سنين وراء أب وأم وزوجة. نعم. سيد أبو علي أنا أريد أسأل حضرتك سؤال. أنت قلت قبل شوية أنه القوات الأمنية أو الجهات الأمنية قدرت تعرف الجهة المسؤولة عن خطف علي. طيب أنت لما تقول أنا رحت دقيت باب الأحزاب والقيادات، دقيت باب ذولا اللي أيضا المسؤولين عن خطف علي؟ نعم. هو أنا هي على مود قضيتي، على مود ابني، أدور على مصير ابني. نعم. ما خليت مسؤول ما رحت له. طيب القوات الأمنية لما تكون عرفت من المسؤول. ميت الطنية. نعم. القوات الأمنية من تقول حضرتك إنه هي عرفت من المسؤول عن خطف علي، الجهة اللي تقف وراءه، ليش ما تحركت حتى تحرره وتقوم بإنقاذه؟ ما تتحرك، لأنه إحنا الجنوب أستاذ، إحنا الجنوب عبارة عن مدينة قندهار الأفغانية، اليوم تسيطر عليها المجاميع المسلحة. نعم. اليوم بس علم العراق مرفوع، اليوم كل القرار. نعم. أبو علي احنا نظل نسأل بس حتى نتأكد هم من حضرتك، إذا تقدر تقول تقدر تصرح باسم الجهة اللي أعلنت عنها القوات الحكومية أنه هي المسؤولة عن خطف ابنك؟ سيد أبو علي؟ أبو علي تقدر تقول لنا لو سمحت الجهة اللي قالت لك عليها القوات الأمنية هي المسؤولة عن خطف ابنك؟ والله هي الجهة اللي ما موجودة معروفة من خلال الأمن الوطني، أنا ما أقول عليها بالإعلام، بس هم يقولوا يعرفونه ويدلونه وكل الجيل، وهسه هم يسمعوني. بس أنا ما دام هي الأحزاب ترعى هاي العصابة، هي كلها اللي شكلت الحكومة واستهانت برادة هذا الشعب. هسه إذا هم حكومة يمثلون هذا الشعب غصبا على هذا الشعب، يطوني ابني ميت يطوني. هسه ناشد وزير الداخلية اللي هو إذا يحترق الإسلام وهو يدعي من السلالة النبوية حسب ما يقول وعنوانه موجود. أنا أناشد بهذا الشهر شهر رمضان، أناشد وزير الداخلية أقول له بجاه رمضان هذا عندك إذا تحترم رمضان حقق مصير ابني وطني، ابني ميت وطني عدل وطني. أنا يا سيد أبو علي أنا أشكرك ونتمنى رسالتك وصوتك يوصل. والد المحامي علي جاسم حطاب الذي تم خطفه، طبعا العملية كما قال السيد أبو علي تم التقاطها على كاميرات مراقبة، وكذلك بكلام السيد أبو علي أن الجهات الأمنية استطاعت أن تصل إلى الفاعل أو تعرف الجهة التي تقف خلف اختطاف المحامي علي، لكن بسبب نظام الميليشيات ونظام الفوضى الذي يشهده العراق خاصة في المحافظات الجنوبية، بسبب الأحزاب والميليشيات المنتشرة وتواطؤ الأجهزة الأمنية مع هذه الميليشيات ولم يفرج عن علي. معنا الآن السيدة أم خالد من كركوك، تفضل يا أم خالد. مرحبا. أهلا وسهلا. دونك دادة. أهلا وسهلا، تفضل. أحد المظلومين، أم عندي ولادي، عندي ابن السبيل اول ما طبه وشان مقاومه صحيح للامريكان. نعم. وطبوا الدواعش وعدموه. نعم. ايه. وعنده حرمتين برقبته وعائله. نعم. اها.
ايه وعدموه هالساعه انا امشي ببلا المعامله ماس ومال شهاده الوفاه. نعم. ما يقبلون، يريدون مني 60 ورقه. حتى يطلعوا له شهاده وفاه؟ ربع دينار ما عندي، يطلعوا له شهاده وفاه يطلع راتبه، كان يداوم بصح بكركوك. نعم. نعم. ايه. منو اللي يريد منك 60 ورقه يا ام خالد؟ المحليه يا عيني. نعم. العداوات الشخصيه. نعم. يعني احنا ظلمنا بيناتنا، احنا المنافقين بيناتنا احنا. والله هي الحكومه المحليه داخل القضاء، قضاء الحويجه. نعم. يكتبون فايل علي انه ارهابي. لو 60 ورقه لو ارهابي وظلموا فايله. لحد الان هسه انا عاني بدون راتب، اليوم صار له 4 سنوات من استشهد. نعم. اي والله. فعريض تناشدوا لي ب 60 ورقه على ياساس. نعم. هو اول ما طبوا الله وعباد الله تشهد انهم عدموا الدواحش. نعم. اي. وهذا الثاني الاخر هي انا مسجون بربيل. يعني عاني فرد مره حالتي تعبت من السجون ومن المعاملات وان نعم. الله ما يقبل. الله يكون مثل الايه التابعون الرجل تقتلون الرجل يقولوا الله ربي، احنا متابعينا نقول الله ربنا وهذا ظلم. ونعم بالله. نعم يا ام خالد داني. تحلشنا الحسد. نعم وصلت رسالتك يا ام خالد، انا اشكرك للمشاركه. ناخذ ضياء من الموصل وبعدها نذهب الى فاصل قصير. سيد ضياء تفضل. السلام عليكم اخي العزيز. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو ضياء اهلا وسهلا. ابو ضياء من المواصل. نعم. تحياتي لك استاذ. اهلا وسهلا استاذ. يعني والله ما اعرف ايش بدي اقول لك، يعني كنا نطالب بالعفو وبالمغيبين وبالظلم اللي دا يصير وكل هذه الامور. يعني هسه انه طلعت لنا شغله الاخ، شغله الرواتب للموظفين. يعني انا موظف راتبي 350,000. نعم. زين 150,000 مأجر بيتي 150 من عدد المولد والماي والكهرباء، يعني ويبقالي 150,000 اشتري بهم مواد لاطفالي. طيب. يعني حتى على هال 350,000 لحقونا عليهم. هسه انت شنو رده فعلك ورا ما سمعت هذا الخبر اللي يقول انه ماكو رواتب الشهر الجاي، بس هذا الشهر اخر شهر؟ يعني تحطمت معنوياتي فد مره، يعني لاكو شغل. هسه حضر تجوال نطلع يقولون ماكو شغل. نعم. اللي يخلونا نشتغل. ومن هاي الجهه انه بيرتفعون رواتبنا، اي وين نمضي وجهنا؟ وعندنا معتقلين، يعني هسه انا راتبي اشيل 100,000 كل شهر اشيل 100,000، ادزها لاخوي هم معتقل. نعم. زين يعني انا يعني بهالحاله احنا وين نمضي وجهنا؟ اذا ملاحقين على الرواتب وملاحقين على الشغل وملاحقين على نعم. يعني على اي شيء ملاحقين، يعني ما هذا الشيء ايش نسوي؟ نسلب نذبح نقتل؟ هو هذا اللي يريدون الظاهر هذا اللي يريدون توصلوا له الظاهر هيك. يريدون حتى يريد يمحونا محي فد مرة، يعني أبو البرلمان أبو 90 مليون أبو 60 مليون ما يقول لنا بسهم اللي عايشون. نعم. إذا هذا أبو 90 مليون اللي إذا ينطق 250 كل موظف تقريبا 400-500 عامل يقدر يعينه. نعم. زين لولا يعني يرجعون على رواتبنا هن 300، ليش ما يجون على نفسهم؟ ليش ما يقلصون من رواتبهم؟ يعني نعم. ما يقدر يأخذ له مليونين بالشهر لو ألا 60 و90 و35، يرجعون وين على الفقير اللي طايح حظه يدورون طايرين وراء على 350,000؟ الله يكون بعونك يا ابو ضياء وان شاء الله شده وتزول. طبعا نعم هو خبر صادم وهو خبر مؤسف للغايه ان يحدث، لكن هذا واقع الحال ويجب علينا ان نبلغ بهذه الاخبار لمن لا يعلم ولم يعلم بعد بهذا الخبر من الموظفين. حقيقه يعني فعلا مصير مجهول لملايين من الموظفين العراقيين، أصحاب الدخل المحدود، أصحاب العوائل وأصحاب الالتزامات، في الوقت الذي يتمتع فيه المسؤول بامتيازات كبيرة جدا وأموال طائلة يحصل عليها نظير كم سنة من الخدمة، وبعد ذلك يحصل على تقاعد وامتيازات تقدر بملايين الدولارات خلال فترة بقائه في السلطة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا.
ابو هوش بدات اسطوانه العام. بدات من هسه. ايه اشتغلت رحمه الله. هاي بعد فطور اول يوم برمضان. كل سنه سبحان الله برمضان. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، كما شاهدتم في هذا المقطع هي عمليه حرق لحقول الحنطه والشعير في ناحيه العظيم في محافظه ديالى. هذا الموضوع يتكرر مرة أخرى بعد عام من عملية إحراق متعمد لحقول حنطة وشعير في محافظات عراقية مختلفة، كانت نينوى وصلاح الدين الأنبار والتأميم وكذلك ديالى. أدى طبعا هذه الحرائق المتعمدة أدت إلى إحراق 5183 هكتار حولتها إلى رماد. عندما وصل العراق إلى مرحلة اكتفاء ذاتي بمحصول الحنطة والشعير وصلت هذه الأيادي لتقوم بالعبث وعملية الإحراق المتعمد، عملية لتعطيل الزراعة العراقية واستفادة المواطن العراقي من منتجه المحلي ليظل عبدا للدول المحيطة بنا لكي يستمر أو تستمر حكومات ما بعد الاحتلال بالاستيراد وإنفاق أموال العراق على البضائع المستوردة، على الحنطة الإيرانية، على الطماطم الإيرانية، على ربما منتجات أخرى من غير إيران، كما كان أيضا في عملية نفوق الأسماك وتسميمها في المياه التي حدثت أيضا في العام الماضي. هذا يتكرر مرة أخرى وهو أكبر دليل أن هناك أيادي تريد أن يبقى العراق معتمدا على دول أخرى في قوته وفي مواده الغذائية وبضائعه. وكما تعلمون حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران، وهنا التبادل التجاري نقصد من طرف واحد لأنه العراق لا يصدر شيء سوى النفط، التبادل التجاري بين العراق وإيران يصل إلى أكثر من 20 مليار دولار سنويا تدفعها الحكومة في أو حكومات ما بعد الاحتلال في العراق تدفعها إلى إيران للحصول على منتجات وبضائع، في حين العراق بلد زراعي أصلا قبل أن يكون بلد نفطي وبلد زراعي بالأساس، و بإمكانه أن يكتفي ذاتيا من كل المنتجات الزراعية، لكن لا تسمح هذه الحكومات بهذا الشيء. وفي ظل مرورنا في هذه الأزمة الاقتصادية الكبيرة كان من المفترض أن يكون هناك إنعاش للقطاع الزراعي في العراق لكي يكون هناك اكتفاء ذاتي من المحاصيل التي بالتالي توفر إلى المواطن البسيط الفقير، لكن كما نشاهد أيادي عبثية. إذن التقرير الأمريكي الذي تحدث عن سياسة الفوضى و الهمجية في قيادة الدولة هو واقع حال نراه اليوم. معنا السيد علي من ديالى، تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز. نعم. أنا عندي أخوك محكوم من زمن صدام. نعم. محكوم من زمن صدام وقضى 3 سنين وطلع بالعفو. طيب. ورجعوه هسه بال 2010 رجعوه ما ولحد الان هو بالسجن. نعم. اي لحد الان هو حاليا هسه بالسجن، وهذا العفو ما نعرف يشمله او ما يشمله. نعم. بس هو ما عنده اي تنازل. اي هو ما مبين هو هذا، حتى هذا العفو اللي طلع الخاص اللي يشمل اعداد قليله جدا طبعا، اللي اعلنت عنه الحكومه هو ما مبين لمن حيشمل، منو حيشمل، شنو التهم اللي ممكن يشملها هذا العفو يعني، وكانه حتى هذا الموضوع وهمي يعني، هو حتى الان ما شفنا شيء على الارض يعني، احنا مجرد تصريحات اعلاميه حكوميه. والله العظيم يا استاذ اقسم لك بالله ناس ابرياء بالسجون ومن ضمنهم ابن عمي 11 سنه وطلع بريء، 11 سنه يلا تحاكم وطلع بريء. طيب علي انا هسه سمعت منك عفوا سمعت منك موضوع المعتقلين، انت من ديالى. ديالى شهدت عملية إحراق لحقول الحنطة والشعير بها، ومثل اللي السنة اللي مضت أيضا إحراق لهذه المساحات الكبيرة من الحقول. برأيك ليش تستمر هاي العمليات بتعطيل إنتاج الزراعة في العراق؟ وتتوقع منه اللي مستفيد اللي واقف وراء هاي العمليات التخريبية؟
علي. فقدنا اتصال مع علي من ديالى. سيدة أم علي من بغداد، تفضلي. ألو ألو. تفضلي يا أم علي. ألو أم علي. مساء الخير يا أم، يحفظك الله ويسهل أموركم ويعطيكم الصحة والعافية. عيني على هاي القناة الرائعة والله العظيم، بس هي تحكي عن العفو والله العظيم. أنا عندي ابن ومسجون وهو يعني مالته 405 وراحوا تنازلوا ويا على متقتل، تنازلوا وطينا وتراضينا بيناتنا وهذه، فراحت للتمييز. التمييز ما يعني ما قال لي طيني دفترين يلا أسوي، هم تنازلوا بالمحكمة، ما تنازل يوم المرافعة، تنازل وراها. فهسه اريد ابني مريض والله، عنده غده براسه، غده نخاميه والله العظيم. الورقه لو شوف اجيب مالته الابره ببرقتين، ابقى من نصف 20 لين يلا يدخلون الابره، وملابسي بفلوس والله العظيم، وما يدخلون لا ملابس لا اكل والله العظيم. حصره عليهم الملابس، حصره عليهم الاكله، يعني ليش؟ هاي الاحزاب ليش حتى السجون لازمتها؟ ليش؟ ليش مو حرام عليهم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. انا أم هالواحد عنده مريض والله العظيم مريض، أطلب من عندكم، أنتم من عندكم أطلب. الأحزاب هم خربوا البلد، هم طيحوا البلد والله العظيم. القرآن ابن عبد الله يحط راسه ويموت، وعندي تقارير كلها بالسجن، وهو يعني هسه مالته تنازل، عنده تنازل، يعني ليش ما يطلعوا؟ ليش بس يقولوا لي تريد التمييز؟ التمييز يقولوا لي اعطيني دفترين، اروح للمحامي يقول لي اعطيني هالقد، انا ما عندي. هو يا علي انت يريدون يوصلوك، يريدون يوصلوك الى هاي النقطه، عنده عفو ولا ما عنده عفو، هم يريدون منك فلوس، واضحه الشغله يا ام علي. فلا تتوقعين ان انت باوراق لازمتها تريدين تطلعي. الان السجناء بالمعتقلات هم للتجاره بيد الاحزاب وبيد المسؤولين عن السجون، ذويهم يقدرون يدفعون الطلعه. عنده اربعه ارهاب، ما مسوي اربعه ارهاب، ما مسوي ارهاب، مشترك ما مشترك، ما مشكله. هم هذا اللي يريدوه، هذا اللي يوصلون به. انا اعرض هم الاحزاب، ليش؟ حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. ليش؟ مو ذولا راح يزرعون بنا نسوان وزلم، ليش بالسجن؟ والله العظيم عندهم عفو، عندهم هاي وما يطلعون، والله لو شوف كون يطقون للسجون ويشوفون السجون ايش بيها، يشوفون النسوان شلون يعني ماكو لا غيره ولا ذم ولا ظنين، والله بالسجن لو شفنا والله ذله، والله ذله، يعني نطب نمشي منها لحد يعني مشيت 700 كيلو. نعم. نعم يا أم علي، أنا أشكرك وصوتك وصل إن شاء الله ورسالتك وصلت. معنا السيدة أسماء من الأنبار، تفضل يا أسماء. عثمان، يا عثمان تفضل. وصلني أسماء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا عثمان. ممكن مشاركة حبيبي؟ تفضل، أهلا وسهلا. أنا كلامي عن المعتقلين، أعيد وأكرر، لأن شعب العراق وأبناء السنة هم اللي تضرروا. أقول يا سيدي قلبي أسير ضلوعه كحمامة يلهو بها الصياد، تتحين الإفلات من زنزانة فيها الشكاوى والهموم تعاد، كنا نصارحك الهموم بشعرنا ويخص مسران الأسير حداد، ما جف جرح القدس لكن ألحقت بالقدس رغم أنوفنا بغداد، ذبحت بسيف سله أبناؤها، فأنثوا أسماءكم يا حرب يا أكراد. حبيبي الغالي، نعم. المعتقلين والله دا يموتون، واحنا من الناشد الحكومة، هو من اللي اعتقل؟ من اللي اخذ ابنائنا؟ الحكومة. نعم. الناشد ناس هم اللي يخبوهم، هم اللي سجنوهم، الناشدهم يطلعوهم، هذا شيء مستحيل من الخيال. ولكن يبقى الناشد اهل السنة المحسوبين على اهل السنة اللي يمثلون السنة، خلي تكون لكم موقف تجاه الله. تقصد السياسيين يا عثمان؟ السياسيين؟ نعم. وشنو فرقه؟ وشنو فرقه؟ شنو فرقه عن الباقي السياسيين الموجودين بالحكومه يا عثمان؟ يا اخ ماكو فرق، لعل لان لعل لعل الله، لان ناشد منه، ناشد من يا اخي؟ الناس انظلمت، الناس دا تموت في السجون. لما يتصلون بنا بعض الناس يا عثمان، وانت حضرتك فاهم هذا الشيء وتعرف المناشده، نعم. المناشده توجهت في كثير من المتصلين الى شيوخ العشائر والعراقيين، للقيام بهبة شعبية ثورة استكمالها للخلاص من هؤلاء، وساعتها يتحررون. سنة العملية السياسية ايش سوى لكم انتم؟ مدنكم تدمرت وتهجرتوا. والله تدمرنا وتبهذلنا، واحنا نشد على ايد الناس اللي تناشد الشيوخ العشائر. نعم. لعل الله يكونون سبب الافراج عن الناس المظلومة القابعة في السجون. نعم. تحياتي. أنا أشكرك، شكرا جزيلا يا سيد عثمان من الأنبار.
طبعا نحن نتحدث دائما أن من في العملية السياسية بهذه التوصيفات وهذه المصطلحات التي تطلق عليهم إن كان بقضية سنة العملية السياسية أو بما يسمون أو يسمون أنفسهم بالبيت الشيعي، هؤلاء كما قال المتصلون كثيرا جدا وكما يقول العراقيون في الشوارع، هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم، لا يمثلون أحد من طوائف العراق الدينية ولا يمثلون المجتمع العراقي بشكل عام، هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم. والأدلة والأمثلة كثيرة، والآن نرى المحافظات الغربية والمحافظات التي عانت من عملية عسكرية وتدمير، ونتابع المحافظات الجنوبية والوسطى كيف أن ممثليها لم يقوموا بتمثيلها بالشكل الصحيح وتركوها لمآسي وميليشيات ودمار، إن كان على مستوى المدن وإن كان على مستوى المجتمعات التي نراها في جنوب العراق، ضرر كبير يقع على العراقيين جراء من يسمون أنفسهم ممثلي الشعب في البرلمان أو السياسيين بشكل عام. طيب، لدينا فيما تبقى من وقت نقرأ الرسائل الواردة وهي كثيرة حقيقة، نود أن معنا اتصال إذا معنا اتصال نأخذ آخر اتصال. السيد أبو أحمد من السليمانية، تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك عيد؟ أهلا وسهلا أبو أحمد. نص صوت التلفزيون، نص صوت التلفزيون أول شيء. صار عيد صار. نعم. على مود الموضوع، على مود المعتقلي. نعم. أي فيا أخي هسه هو يعني هم أنت تعرف المعتقلين كلهم المناطق المعروفة، مناطق يعني ديالة الأنبار صلاح الدين، المناطق هي معروفة يعني هذه المحافظات الغربية. المحافظات الغربية. نعم نعم. إذا زين أنت يا أخي من تشيلهم من هاي المناطق، يعني بغداد بيها سجون، المحافظات نفسها بيها سجون، وتوديهم على الناصرية. يعني هسه أنا عندي أخويا صار تقريبا سبعة أشهر ثمانية ما حد يدري بي وين ما وين. نعم. على سجن الحوت. نعم. إيه زين، عنده ثمان أطفال، إحنا مهجرين من محافظة مين. زين هسه احنا من قوة مدبرين عيشتنا هنا. نعم. وهو ما ادري بي يعني، الله يعلم حاله وين صار حتى هسه ما ندري شنو، عدن ميت هو مريض. نعم. ويا اخي والله العظيم فتشي يعني تعبوا الناس، تعبوا يا اخي، جيبهم خليهم محافظاتهم وخليهم منها ليوم القيامة. نعم. يعني ثم ما يصير هيك بليت الناس بلوا يعني فوق ما هو مظلوم انه متودي بالمناطق الجنوبية، او تعال تروح لازم تثبت لك يومين بالطريق يلا توصل، واللي هناك تروح يلا والدتي تروح تقول لا شوف اربع دقائق لو ماكو. نعم. واحنا ندبرين الاجره مال السياره منها ومنا، نشتغل عماله حتى تروح تشوفها هو اخوه، نعيش عائلته نروح. الله يكون بعونكم يا ابو احمد. انا اشكرك وقتفي وياك بهذا القدر، ورسالتك وصلت، اعتذر منك الوقت انتهى. فيما تبقى من دقائق قليله نقرا الرسائل سريعا. أبو محمد العراقي من بغداد بعد التحية يقول: أخي محمد، ترى الغيرة قطرة وهذه سقطت من زمان من هذه الأحزاب وعملائها وأتباعها، لذلك لا تترجى أي خير منهم، فقط توقع الأسوأ. أبو حاتم من الموصل، وكما قلنا الرسالة الطويلة سنقوم باختصارها قدر المستطاع. بعد التحية يقول: العراق تحت تصرف الاحتلال الأمريكي والإيراني بمساعدة كل المنظمات الدولية والجامعة العربية والعملاء من العراقيين، واليوم العراق والشعب يدفع الثمن أمام العالم أجمع، وتتحمل المسؤولية كاملة أمام الله الجامعة العربية. في رسالة لدينا من السيد أبو كرار يقول بعد التحية: أخي اليوم أريد أوصل رسالتي من خلال هاي القناة المحترمة، أريد أحكي بخصوص السجناء من النساء، أخلوا سبيلهم وفرحوا أهلهم وإلكم الأجر والثواب. في رسالة لدينا من أم يحيى من الموصل تقول: السلام عليكم، نطالب بالعفو العام الشامل، وإذا صار المرض في السجون تحدث كارثة كبيرة، ونتمنى أن يطلقوا سراح المعتقلين المظلومين. رسالة لدينا من حقيقة ما مكتوب، عموما يقول: الله يساعدك، عالم البغداد مدينة الصدر وقعت وقاعد إيجار، أشتغل سايق،
عند العالم وهي مذكرة وقاعدة حصريا، ما أفهم حقيقة الرسالة غير واضحة، غير واضحة يا أبو زينب. سيد أبو زينب أعتذر منك. في رسالة، السلام عليكم، حييك وحيي الكادر بقناتكم، وين راحت الفلوس؟ يقصد على موضوع الرواتب التي ستتوقف الشهر القادم. بسألهم وجماعتهم، هذا موت علني والخزي والعار على هاي الحكومة الفاسدة. أخوكم أبو طه. رسالة لدينا من محمد من الأنبار بعد التحية، يقول أخي محمد، لا تتفاجأ من السلطة الحاكمة وميليشياتها من حجة عدم توفير الرواتب، لأن سيسرقوها ولا حل أمام الشعب إلا بكنس هؤلاء وعملائهم من الميليشيات الموالية لإيران وتقديمهم إلى محاكمة عادلة. السيدة أم علي من بغداد تقول بعد التحية، أشكر قناتكم ونطالب بالعفو العام، وأريد صوتك ويانا على الحكومة، إن شاء الله يفرحون الأمهات بشهر رمضان. رسالة من أحد المشاركين حقيقة غير مكتوب من، بعد التحية، هاي الحكومة حتى دين ما عدها، الله أكبر يا حكومة، حتى بشهر رمضان حاقدة، الله أكبر يا حكومة، هذا شهر رمضان، اعفوا واصفحوا واحذروا من سخط الله عليكم وافرجوا عن السجناء. طيب، في رسالة، سجاد من البصرة يقول بعد التحية، أخي أقسم بالله هاي الأجواء الحارة اليوم والقرآن انصهار، ما أظن راح يظل مرض اسمه كورونا، بس الجماعة شوية زودوها من يومهم إجاهم المرض على طبق من ذهب. خلي أقولهم شيء، إحنا شقد نصبر بعد أكثر من شهر ما راح نصبر، والقرآن يصير مكاتل بالشوارع وياهم، كتلنا الجوع وأطفالنا تمرضت. أبو ضياء يقول، وبخصوص المغيبين، لدي مغيبين أحمد المهندس وأبو حارث وأطبان وناطق، لا أعرف شيء عنهم، ماذا حل بهم؟ نطالب بالكشف عنهم. عفوا. وأخيرا في آخر الرسائل، أستاذ محمد، أقسم بالله 85% من السجناء أبرياء، الحكومة خربت بلدنا العراق. طيب، في الختام وصلنا مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، إلى اللقاء.